بقى معاكم دلوقتي لأهم أخبارنا العالمية وأخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يفاوض نيجيريا لمواجهتها وديا في مارس المقبل. سوبر كورة أجيري ينتظر النيجر لتحديد مكان ودية مارس. الوفد تأجيل اجتماع اتحاد الكرة 24 ساعة. سوبر كورة اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لتنظيم كان 2019. الفجر أبو ريدة يتلقي دعوة لحضور نهائي مونديال الأندية. الوفد مورينيو يتحدث عن محمد صلاح قبل الكلاسيكو. الشروق فان دايك صلاح مميت داخل منطقة الجزاء. فيتو حسين الشحات يكشف سر الإشارة بالرقم 3 للاعب الترجي. الشروق تريزيجيه على رادار شتوتغارت. سكاي نيوز رونالدو يعترف بمعاناة اليوفي. سبورت 360 سباق التعاقد مع إسكو يوفنتوس يواجه عمالقة إنجلترا. أس بعثة ريال مدريد تطير للإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية. كورة يوفنتوس يستعد لتقديم العرض الأول لرابيو. سبورت 360 بالوتيلي يتهم الحكام بمجاملة رونالدو.